مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج دار داركم اللي كيدوز عبر الموقع دار بويما. ضيفه حلقه اليوم هي اليزابيث دامبروفسكا، اوكرانيه الجنسيه ومقيمه هنا في الرباط منذ 4 سنوات. بقوا معنا. دوبري دين دامبروفسكا اليزابيث. دوبري دين اسامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا جزيلا لدعوتي لأكون ضيفة في موقع الدار، فهذا شرف عظيم بالنسبة لي. مرحبا بك. شكرا. بغينا نعرف شكون هي اليزابيث دامبروفسكا. أنا صحفية والباحثة في جامعة محمد حمص بالرباط في كلية علوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وأنا أول أوكرانية تخرجت من الجامعات المغربية باللغة العربية، وأنا أنهيت دراستي في المعهد العالي للإعلام والاتصال برباط، وحصلت درجة ماستر في التواصل السياسي. وفي أوكرانيا أنا درست في جامعة الصحافة وحصلت شهادة بكالوريوس و ماستر في علاقات عامة. خلال دراستي في أوكرانيا أنا عملت كصحفية وكمراسلة لوسائل إعلام أوكرانية وأجنبية، وأيضا خلال دراستي في أوكرانيا عملت في مجال الصحافة وأجريت العديد من المقابلات مع فنانين والممثلين والسياسيين والنواب. الآن أنا أسكن في المغرب منذ 4 سنوات مع عائلتي. علاش اخترتي اللغة العربية وما اخترتيش لغة واحدة أخرى؟ بدأ حبي للغة العربية منذ طفولتي. أنا درست اللغة العربية في المدرسة اللغات الشرقية الأولى في أوكرانيا، وفي هذه المدرسة يدرس أطفال من الأسر الدبلوماسية والأطفال موهبون. وفي هذه المدرسة ممكن أن تدرس اللغة الشرقية الواحدة. على سبيل المثال أختي هي اخترت اللغة الصينية، وأما أنا فتعلمت اللغة العربية على يد أستاذ ماهر الذي لم يدرسني فقط اللغة العربية بل الثقافة والتقاليد. ولكن بعد ذلك أنا درست في الجامعة ودرست اللغة البولونية، ولكن لم أمارس اللغة العربية لمدة طويلة، وبسبب هذا بدأت أنسى القواعد والمفردات، ولكن أنا شعرت أنني لا أستطيع أن أعيش بدون اللغة العربية، وبدأت وقررت أن أبدأ دراسة اللغة العربية مرة أخرى. وبسبب هذا أنا قدمت على المنحة ابن بطوطة للدراسة اللغة العربية بمدينة الرباط. إيش اخترتي المغرب وما اخترتيش بلد آخر؟ عشقت المغرب حتى قبل الوصول، وأجريت عديد من المقابلات مع سفير المغرب في أوكرانيا ومع عائلته، و أعطوني لي كثير من المعلومات حول المغرب، وأيضا هذه الأسرة قدمت لي الثقافة المغربية، وأول مرة في حياتي أنا سمعت اللهجة المغربية في بيتهم، وأيضا مرة من مرات زوجة السفير قالت لي أن المغرب مثل شجرة حيث جذرها إسلامي وجزاؤها أوروبي، وثم أضافت سوف تحبين المغرب لأن المغرب تشبه أوكرانيا كثيرا. وأنا في الحقيقة دهشت، لأن كيف يكون البلد أوروبي يشبه بلد أفريقي؟ ولكن من تلك اللحظة ولدت في قلبي أمنية للزيارة المغرب في المستقبل القريب، وبسبب هذا أنا اخترت المغرب للدراسة.
واش ما لقيتيش شي صعوبات في الاندماج مع الشعب المغربي؟ اندمجت في المغرب بصورة، لأن المغاربة طيبون ومنفتحون ودائما مبتسمون، فهذا رائع جدا. ولكن طبعا في البداية كانت عندي كثير من الصعوبات، أولا بسبب اللهجة المغربية. في البداية أنا لا أفهم شيئا باللهجة المغربية، وأيضا كان عندي كثير من الصعوبات في الكتابة المحاضرات باللغة العربية، وغالبا كنت أرجع إلى البيت وأبكى كثيرا بسبب صعوبات في اللغة وتعامل مع الناس. ولكن مع مرور الوقت أصبح الأمر أسهل والأسهل بالنسبة لي. شنو هما اللغات اللي كتهضري بهم؟ أنا طبعا أنا من أوكرانيا، وبسبب هذا أنا أتحدث باللغة الأوكرانية، وأيضا في البيت أحيانا نحن نتحدث باللغة الروسية، وأنا أتحدث طبعا باللغة الإنجليزية وباللغة العربية الفصحى، وأحيانا أنا أفهم دارجة وليس كل لهجات، وأيضا أنا أدرس في المغرب اللغة الفرنسية. شنو هو الطبخ المغربي اللي كتصاوبيه في الدار؟ بشكل عام أنا أحب طبخ مغربي، أنا أحب أن أكل طاجين، كسكس، باستيلا، وأحب جدا حريرة، لأن حريرة تشبه كثيرا شوربة أوكرانية التي يسمى البورش. ولكن في البيت أنا أطبخ طاجين بشكل جيد، تجين بربر بالخضروات وباللحم، لأن عندي كثير من أصدقائي وصديقتي هي أنا درست طريقة طبخ تجين على يدها. شنو هما المدن المغربية اللي كيعجبوك؟ كما قلت في البداية أوكرانيا يشبه المغرب كثيرا. على سبيل المثال توجد الجبال والبحار والهبات كما في المغرب، والمدينة يالطا تشبه كثيرا تطوان وطنجة، نفس الطبيعة. ولكن أنا أحب جدا مدينة مراكش، وفي الصيف أعجبتني مدينة ميليليا. أنا أريد أن أسافر في الصيف إن شاء الله مع عائلتي مرة أخرى. كلمة بالنسبة للمتابعين والقناة الدار. شكرا جزيلا لدعوتي في الموقع الدار، وشكرا جزيلا للمتابعين والمشاهدين الكرام، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، ولا تستسلموا في تحقيق أهدافكم، وطبعا مرحبا بكم في أوكرانيا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.